صباحكم يا خامس. اليوم رح نبدأ بوحدة جديدة هي وحدة الضرب والقسمة. رح نبدأ أول إشي بموضوع الضرب. طبعاً حكينا من امبارح إنه لازم نراجع جداول الضرب جميعها، فنراجعهم كمان مرة لحد ما نتمكن منهم. اليوم رح نبدأ بتقدير نواتج الضرب، يعني عندي مسألة ضرب بدي أقدر ناتجها. تقدير، كلمة تقدير تعلمناها من المرة الماضية، يعني بدك تقرر من الأول. نقرأ السؤال مع بعض. أقدر ناتج ما يلي: 1 217 ضرب 8. طبعاً تعلمنا إنه الأعداد من 0 إلى 4 هي أعداد بخيلة، والأعداد من 5 إلى 9 هي أعداد كريمة. لما يطلب منك تقدر ناتج ضرب، هو ما بيحدد لا ما حدد لك هون أي منزلة بدك تقرب لها، فلحالك يا مثل أعلى منزلة في السؤال. 217 أعلى منزلة في السؤال هي 2 في منزلة المئات. بشوف العدد اللي على يمينها، العدد 1. هل العدد 1 كريم أم بخيل؟ العدد 1 هو عدد بخيل. إذا 2 بتضل زي ما هي، وبنزل بدل اللي قدامها أصفار عندي عددين، بتصير 200. تمام، ضرب. العدد 8 مثل. لما يكون عندك عدد من منزلة واحدة يبقى كما هو، حتى لو حكى لك قدر. إذا كان العدد من منزلة واحدة يبقى كما هو. إذا كان العدد من منزلة واحدة يبقى كما هو. ننتبه لهذا الموضوع. كما هو، يعني الثمانية هون راح تضل زي ما هي. ننتبه. هسا صارت عندي 200 ضرب 8. أول شيء يا مس أخذت الضرب لما يكون في عنا أصفار، أخذناه بالصف الرابع. أول إشي بنزل الأصفار. كم صفر عندي هون بالسؤال؟ هاد 0. إذا بنزل 0 0. طبعاً من أبعد إشي عن المساواة من اليمين. 2 ضرب 8 16. إذا الناتج 1600. هاد تقدير ناتج ضرب 217 ضرب 8. نشوف المسألة الثانية مع بعض. 683 ضرب 23. نبدأ من أعلى منزلة في السؤال، هون هي 6 في منزلة المئات. 8 عدد كريم أم بخيل؟ 8 مع مجموعة الأعداد الكريمة. إذا شو بتصير الستة عندنا هون؟ بتصير 7. بدل العددين اللي قدامها بحط 0 0. ضرب. هون لاحظنا ضربوا في عدد مش من منزلة واحدة، من منزلتين. ننتبه، بما انه اكثر من منزلة بقرب. الثلاث تعطي 2، الثلاث من مجموعة الاعداد البخيلة. اذا ما رح تعطي 2، رح تضل 2 زي ما هي، وبدل الثلاث رح احط 0. ممتاز، نشوف يا امس مع بعض. صارت 700 ضرب 20. نشوف كم صفر عنا هون في هاي المسألة. 0 0 3. نلاحظ بنزل 0 0 3. تمام، 7 ضرب 2 14. إذا الناتج 14000. تمام، نشوف المسألة الثالثة مع بعض. 1472 ضرب 6. أعلى منزلة في هون عندي هي في منزلة الألوف، في منزلة آحاد الألوف. ننتبه على يمينها 4، الأربعة من مجموعة الأعداد البخيلة. إذا ما رح تعطي 1، رح تضل 1 زي ما هي. وكم عدد قدام 1؟ عدد عددين 3. 0 0 3. ضرب. حكينا إذا كان العدد اللي بدنا نقربه من منزلة واحدة يبقى كما هو، إذا الستة تبقى 6 ويساوي. أول شيء بشوف كم صفر عندي في السؤال. 0 0 3. بنزل 0 0 3. تمام، 1 ضرب 6 6. إذا أول شيء بنزل الأصفار، بعدين بضرب العدد اللي عندي هون بالعدد اللي هون. تمام، نشوف المسألة اللي بعدها. 6951 ضرب 3. أعلى منزلة في السؤال هي أحد الألوف. نشوف شو العدد اللي على يمينها. العدد 9. العدد 9 مع مجموعة الأعداد الكريمة يا خامس. إذا رح يعطي 6 1. فشو رح تصير الستة هون؟ 7. كم عدد قدامها؟ عدد عددين 3. 0 0 3. تمام، ضرب.
بدي أضربها في عدد مكون من منزلة واحدة. عدد مكون من منزلة واحدة يبقى كما هو بالتقريب ويساوي. تمام، نشوف شو صار الناتج. كم صفر عندي هون؟ 1 2 3. بنزل 0 0 3. 7 ضرب 3 21. 7 ضرب 3 21. إذا الناتج 21,000. إذا تعلمنا يا خامس في هذا الفيديو كيف نقدر نواتج الضرب. أول شيء بشوف شو أعلى منزلة بالسؤال، بشوف العدد اللي عينه. إذا كان كريم رح يعطي 1، أما إذا كان بخيل رح يضل العدد زي ما هو، وبنزل الباقي أصفار، بعدين بضرب زي ما تعلمنا، بنزل الأصفار أول شيء، بعدين بضرب العدد في العدد. ويعطيكم العافية.